بسم الله الرحمن الرحيم. رح نكمل المحاضرة، ناخذ مثال على النوني نيوتينيان فلويد وشون نقيس اللزوجة الظاهرية. يقول باختبار تجريبي على دم الإنسان بدرجة حرارة 30 درجة مئوية، تم تسليط إجهاد قص مقداره هذا تو يساوي 15% نيوتن على المتر المربع أو باسكال على سطح معين، سمي سطح أي. على هذا السطح تم تسليط إجهاد على دم الإنسان. قسنا الفيلوسيتي جراديانت، الفيلوسيتي جراديانت أو الشيرينج سترين كنا هذا نسميه، على نفس هذا السطح لقيناها 16.8 واحد على سكند. بما انه البلود هو نون نيوتينيان فلويد، يقول اوجد اللزوجه الظاهريه لهذه الحاله، يعني لهذه الحاله وعد هذا السطح بهذا الاجهاد اللي سلطناه وبهذا الانفعال القصي اللي ظهر اللي هو 16.8. فبكل بساطه لميو ابارنت يعني اللزوجه الظاهريه هي عباره عن نسبه التو الى ديو الى دي واي، وتساوي لنا هذا التقسيم ويطلع عندنا هذا الناتج بالباسكال سكند لقيمه اللزوجه. سؤال بسيط جدا. نجي على قياس اللزوجه فيسكوسيتي ميجرمنتس. ناخذ الروتيشنال فيسكوميتر. اكو طبعا فيسكوميتر من اسمه فيسكوميترز معناها مقاييس اللزوجه، قياس اللزوجه. عندنا الروتيشنال فيسكوميتر واكو انواع اخرى طبعا من مقاييس اللزوجه. واحد منها الروتيشنال فيسكوميتر عباره عن لو نستخدم اسطوانتين دواره لو صفيحه وعليها مخروط، عليها جسم مخروط الشكل. أثناء حركة هذا المخروط على الصفيحة راح يتعرض المائع اللي يكون مائع بيناتهم، يتعرض المائع إلى قص أو أسطوانتين متداخلة، وتكون المائع بيناتهم بين هذه الأسطوانتين، فوحدة تتحرك والأخرى ثابتة، راح يصير قص للمائع اللي بيناتهم. فمن أقيس هذه عملية القص ممكن استخرج اللزوجة. ناخذ الروتيشنال فيسكوميتر، راح نسلط بهالحالة الحقيقة يعني اهتمامنا على السلندريكال فيسكوميتر اللي هو يعتمد اصلا يعني طبعا لقياس الدايناميك فيسكوسيتي. يعتمد اصلا مبدا انه اخذ الماده المعينه اللي اريد اقيس لزوجتها واعرضها الى شيرينج ستريس وشيرينج سترين، وبهالحاله من احسب النسبه بيناتهم اطلع قيمه اللزوجه. يعني سطحين اخلي بيناتهم المائع وابدي اسلط عليه اجهادات القص واقيس اللزوجه مالته. فحيكون يا اما يعني اسطوانتين، واحده ثابته والاخرى متحركه. فبهالحاله لو اقيس الاسطوانه المتحركه اقيس يعني بالنسبه للاسطوانه المتحركه اقيس سرعتها وايضا اقيس العزم اللي اسلطه على الاسطوانه الثانيه الثابته اللي هي حتكون ايش قد المقاومه اللي حتبديها للحركه، واقيس بهالحاله بحيث اقدر اقيس الشير ستريس والشير سترين ومن خلالهم احسب اللزوجه. فنشوف الفيسكوميتر السلندريكال فيسكوميتر اللي يعتمد على الروتيتنج سلندرز. مثلا هنا اذا عندي هنا هاي الاسطوانتين متداخله وبيناتهم يكون المائع، اذا حركنا هاي الاسطوانه
وهاي الأسطوانة بقت ثابتة، بقت ثابتة هاي الأسطوانة. المائع اللي بيناتهم راح يتعرض إلى قص، راح يتعرض إلى قص. فأقدر أحسب مقدار الشيرينج ستريس اللي دا يتعرض إلى المائع، وأقيس بين هالسطحين، بين هذا السطح وهذا السطح، وأقيس الانفعال القصي من خلال قياس السرعة. فبهالحالة أقدر أقيس اللزوجة، النسبة بيناتهم راح تكون اللزوجة. هنا نشوف أيضا، هنا من تكون الأسطوانة الخارجية هي الدوارة، والأسطوانة الداخلية تلاحظون معلقة في بهذا السلك. هذا السلك هو السلك، العفو، هو تورشن واير. تورشن واير هنا الحقيقة من دا أحرك هذه الأسطوانة الخارجية وهذه الأسطوانة الداخلية هي ثابتة وساكنة، شوفوها معلقة بهذا التورشن واير، المائع حيكون بيناتهم. طبعا هنا الطبقات المائع راح تعيق الحركة اللي حتصير بالأسطوانة الخارجية، تعيق الحركة، وهاي المقاومة للحركة راح تروح وين؟ راح تستمر بكل المائع، فأيضا راح يبدي الجزء الأسطوانة الداخلية راح تتعرض أيضا إلى قص بسبب المائع اللي بيناتهم، تتعرض إلى قص. الحقيقة هنا المقاومة للحركة بالأسطوانة الداخلية، الأسطوانة الداخلية راح تقاوم الحركة اللي يتحرك بها المائع. فأقدر أقيس هاي المقاومة من خلال قياس هذا التورك، يعني أقيس القوة المعيقة للحركة من خلال قياس هذا التورك هنا بالتورشن واير هذا. من أقيسها وأحسب السرعة الدورانية هنا لح أقدر أقيس مقدار اللزوجة. شون؟ لح نشوف هنا شون نحسب اللزوجة. هذه طريقة حساب اللزوجة. دائما اللزوجة هذا قانون نيوتن للزوجة، سواء للمائع النيوتيلي أو النانيوتيلي أيضا أقدر أستخدمه، لكن في لحظة واحدة وتتغير. يعني أقيس بهاي اللحظة شقد الشير ستريس وشقد الشير سترين، وأحسب النسبة بيناتهم إذا ظاهرية. إذا لزوجة دائمية أو لزوجة ديناميكية اللي مع نيوتينيان فلويد، هاي النسبة راح تبقى ثابتة، الميو تبقى ثابتة. فالشير ستريس راح يكون هو عبارة عن القوة على المساحة، وهاي القوة شلون أحسبها؟ القوة هذه أحسبها من خلال التورك اللي يتسلط نتيجة للدوران، التورك اللي يتسلط على المائع اللي حيخلي يقاوم الحركة، مقسوم على الراديوس، مقسوم على الراديوس نصف القطر بالنسبة للأسطوانة اللي سطحها راح يتعرض للقص، نصف القطر للأسطوانة اللي سطحها راح يتعرض للقص. هذا اللي شفناه بالشكل. و الاريا ايش راح تكون؟ الاريا هي المساحة المعرضة للقص، المساحة المعرضة للقص اللي هي حتكون محسوبة ب 2 باي في الراديوس، هذا محيط دائرة في طول، محيط دائرة في طول اللي هو هذا السطح الأسطواني، الغلاف الأسطواني اللي حيكون هذا أو هذا. هنا بما أنه السطح المتحرك هو هذا، هذا السطح المتحرك الداخلي، إذا لحاخذ لهذا السطح، آخذ نصف القطر اللي هو هنا R C، آخذه راح يكون هو نصف قطر اللي يتعرض للشير. هنا إذا كان هذا اللي دا يتحرك الأسطوانة الداخلية، آخذ هذا نصف القطر لحساب مساحة السطح هذا، مساحة السطح هذا. وبالنسبة لهنا راح يكون مساحة السطح راح يكون هذا السطح الخارجي، لأن هو اللي دا يدور. الحقيقة أيضا ممكن أخذ المعدل بيناتهم إذا كانوا متقاربين، متقاربين يعني
أقطار الأسطوانات متقاربة، وعادة هي تكون المسافة صغيرة جدا يعني بين الأسطوانتين، فتكون أقطار الأسطوانتين متقاربة. هذه حتى أحسب إجهاد القص، فالتورك ينزل الراديوس، هنا ينزل الراديوس للأسفل، لاحظ يصير 2 باي في راديوس تربيع بالمقام في الارتفاع. الديو إلى دي واي لح يكون عبارة عن الديو هو الفيلوسيتي، السرعة، السرعة الدورانية، واللي هي حتكون نصف القطر في الأوميجا، نصف القطر في الأوميجا السرعة الدورانية. والديو دي واي العفو دي واي لح يكون هو المسافة بين الأسطوانتين، يعني آر سي ناقصا آر بي، آر سي ناقصا آر بي. فإذا أخلي أطبق هذا القانون، أعوض التو شو يساوي؟ اللي هو التورك على 2 باي راديوس سكوير في هيث، في الهيث، وأعوض الديو إلى دي واي اللي هو حيكون راديوس في الأوميجا على آر سي ناقصا آر بي، راح يكون عندنا هذا الناتج. التورك في الآر سي ناقصا آر بي، آر سي ناقصا آر بي، هذا التورك مضروب فيه راح يكون هذا، راح يكون هذا كليته بالمقام، فهذا يصعد للبسط، مقسوم على 2 باي في اوميجا في الراديوس، تكعيب راح يصير هالمره لان هنا عندنا راديوس وهنا عندنا راديوس تربيع، راديوس تكعيب في الهيث الارتفاع. ناخذ مثال، لاحظوا هنا، لاحظوا هنا هاي المسافة من نحسبها. المثال راح نبدي به شوية ونكمل على المحاضرة الجاية حتى لا تكبر المحاضرة. لاحظوا هنا يقول عندنا مائع نريد نقيس للزوجة بواسطة سلندريكال فيسكوميتر، يتكون من اسطوانتين متداخلة طولهم 75 مليم، طولهم 75، الطول هنا بالعمق، بالعمق يصير هذا السطح اللي هاي السطوح اللي حتتعرض للقص، وهذا المائع هنا اللي يتعرض للقص. هذا نكمله المحاضرة الجاية.